للحديث أكثر عن تدفق القوات الأمريكية في العراق إلى القواعد العسكرية، وحديث خبراء أمريكيين بأن ما يحدث لا يعدو أن يكون إعادة تمركز للقوات الأمريكية. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بكم سيادة العقيد. حياكم الله، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. مساء النور. كانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قالت أن معدل تدفق الطائرات الأمريكية على قاعدة عين الأسد تضاعف. ما مدى صحة هذه الأنباء؟ وهل تضاعفت فعلا حركة الطائرات الأمريكية في الأجواء العراقية؟ نعم، بداية دعيني أقول بأنه لجنة الأمن والدفاع النيابية أو وزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة ورئيس الوزراء صرحوا في أوقات سابقة بأنه القوات الأمريكية بما فيها القوات الجوية هي حركتها مقيدة، ولن يسمح بدخول وخروج هذه الطائرات إلا بموافقة الحكومة العراقية. فعندما يخرج نائب ويصرح بهذا التصريح فأنا أعتقد أنه إما أن يكون حقيقة الأمر هو هكذا أو أنه يتضارب مع تصريحات المسؤولين في السابق. ومع هذا أنا أقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على إيقاف الهجمات الصاروخية على قواعدها العسكرية، فالولايات المتحدة الأمريكية ترى في أنه تصريح وزير الدفاع واضح بأنه لن يسمح لكم بإطلاق النار على قواعدنا وقتل الأمريكيين وجرحهم بدون أن تلقوا عقابكم، وبالتالي تحاول الحكومة الأمريكية أو القوات الأمريكية في العراق أن تعمل على حماية قواعدها العسكرية في العراق من خلال إجراءات متعددة. أولا، قيادة العمليات المشتركة في الفترة السابقة قالت بأنها اتخذت العديد من الإجراءات وقامت بتبديل العديد من القطاعات والقوات التي تحيط بالقواعد التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي بما فيها القوات الأمريكية، وقامت بوضع العديد من الحواجز في كثير المناطق لتأمين هذه القواطع، وهذا فيما يخص الحكومة العراقية. أما بالنسبة للقوات الأمريكية فالقوات الأمريكية لديها خيارات متعددة، والطريقة الأمثل لحماية قواتها في العراق هو أولا الانسحاب الجزئي أو إعادة الانتشار الأمريكي في القواعد العسكرية التي يمكن أن تشكل خطر على تواجد هذه القوات في هذه المناطق. فلذلك ما يجري الآن من تصريحات وأن هناك زيادة في عدد الطائرات أو هناك انسحاب من بعض القواعد قد يكون، ولكن في فترة سابقة تم إصدار أمر وصل إلى قيادة العمليات المشتركة بأن هناك انسحاب أمريكي، ثم بعد ذلك قالوا بأن هذا الأمر خطأ وأنه فسر بطريقة خاطئة ولا يوجد أي انسحاب أمريكي. كما أنه قاعدة يراقب الحبانية تتحدثون سيادة العقيد الانسحاب الذي حدث؟ أنا أتحدث عن الانسحاب الأمريكي بشكل عام الذي صدر قبل شهر تقريبا، بأن هناك أمر بانسحاب الأمريكي ثم تراجعت القوات الأمريكية عن هذا الأمر. أما الآن فيما يخص قاعدة الحبانية فأنا أعتقد أن هناك عملية في إعادة انتشار للجيش الأمريكي في العراق قد تشمل هذه القاعدة وقد لا تشملها، ولكن لحد هذه اللحظة لم يؤكد الخبر لا من قبل القوات الأمريكية ولا من قبل قيادة العمليات المشتركة على أن هناك انسحاب أمريكي من قاعدة الحبانية. لذلك أنا أعتقد أنه يجري من ضمن الخيارات الأمريكية التي هي عملية إعادة الانتشار أو عملية زيادة قدرة الردع بما فيها زيادة القدرات للقوة الجوية الأمريكية في المنطقة لاستخدامها في الوقت المناسب وفي المكان المناسب، وإظهار هذه القوة هو جزء من سياسة الردع التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية لردع الميليشيات التابعة لإيران خلال الفترة المقبلة. في سياق الأنباء التي كانت تتوارد حول القواعد الأمريكية سواء في العراق أو سوريا، كان هنالك انسحاب في الأيام الماضية ومنها قاعدة الحبانية، وكذلك انسحاب للقوات البريطانية في التحالف الدولي بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا. ما مدى صحة ذلك؟ وهل يفسر يمكن أن يفسر بأن حركة الطائرات الأمريكية اليوم في قاعدة عين الأسد هو إجلاء لهؤلاء الجنود الأمريكيين مثلا؟ نعم، أنا أعيد مرة أخرى، يعني أقول بأنه لم يصدر تصريح لا من قبل قيادة العمليات المشتركة ولا من قبل الجيش الأمريكي بأن هناك انسحاب أمريكي يتم من قاعدة الحبانية لحد هذه اللحظة. هناك تصريح على أن هناك عملية إعادة انتشار في بعض المواقع، وتم تحديد هذه المواقع اللي هي قاعدة الجيارة والقائم وبعض المناطق الأخرى التي لا تشكل أهمية استراتيجية بالنسبة للقوات الأمريكية في العراق. وبالتالي أنا أعتقد بأنه عملية زيادة حركة الطائرات قد يكون من ضمن الاحتياطات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية
لزيادة إمكانية وقدرة الردع ضد الميليشيات التابعة لإيران في العراق. لذلك لا يمكن أن نأخذ الأمر بأنه هناك انسحاب، قد يكون هناك عملية إعادة انتشار أو قد يكون هناك عملية تبديل قطاعات، خصوصا مع وصول أو تحريك الفرقة 101 النسور الزاعقة إلى المنطقة لمواجهة التهديدات التي تشكلها الميليشيات التابعة لإيران باتجاه القواعد الأمريكية في العراق. نقلت أيضا وسائل إعلام عراقية أنباء عن سحاب قوات أمريكية من قاعدة الحبانية في الأنبار، وبين تضارب هذه الأنباء التي ترد في وسائل الإعلام التابعة لجهات معينة، يتساءل كثيرون عن إلى أي مدى يعتبر ذلك نوع من أنواع الترويج لعمليات القصف التي قامت بها الميليشيات ضد القواعد الأمريكية في الأسبوع الماضي؟ أنا أعتقد أن الهجمات التي قامت بها ميليشيات الحشد التابعة لإيران أو الميليشيات الإيرانية في العراق بضرب القواعد الأمريكية لا تشكل شيء بالنسبة للقوات الأمريكية، يعني لا تشكل تهديد كبير جدا، فالخسائر التي سقطت لا تتجاوز أعداد أصابع اليد الواحدة، وبالتالي هذه الخسائر لا يمكن أن تؤثر على القوات الأمريكية وتجبرها على الانسحاب من العراق. لذلك انا اقول يعني بانه الخيارات الامريكيه كثيره، منها اعاده الانتشار، منها زياده الامكانيات على قدره الردع، ومنها تقوم الولايات المتحده من خلال الفتره المقبله بزياده التصعيد، حيث تلعب الولايات المتحده الامريكيه امكانيه بامكانياتها العسكريه والقدرات التي تمتلكها بضرب اهداف قد تكون موجعه لهذه الميليشيات وبالاضافه الى ايران، كما انها يمكن ان تشكل التصعيد الصامت عبر شن هجمات سريعه وحاسمه ضد اهداف مع كبار قاده الميليشيات العراقيه، او دفع الاخرين الى التفكير بجديه على ان مستقبلهم الشخصي مهدد بما فيها القيادات السياسيه التابعه لهذه الميليشيات. لذلك هناك خيارات كثيره للولايات المتحده الامريكيه في كيفيه التعامل مع هذه الميليشيات، ولكن لا يمكن ان نقول بان هذه الضربات التي لا تشكل شيء بالنسبه للقوات الامريكيه هي التي اجبرت القوات الامريكيه على الانسحاب من هذه المواقع. شكرا جزيلا لكم العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.